بطاريات من المخلفات النووية تعمر آلاف السنين، آلاف الأطنان من المواد المشعة لتشغيل شتى الأدوات، بما في ذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب وصولاً إلى المركبات الفضائية. بطارية نووية تنتج الطاقة لمدة 50 عاماً دون الحاجة للشحن، دخلت بالفعل مرحلة الاختبار التجريبي. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. شركة صينية ناشئة فجرت خبراً عن بطارية جديدة قادرة على توليد الكهرباء لمدة 50 عاماً دون أن تكون في حاجة لاستبدالها أو إعادة شحنها حتى. بطارية شركة بيتابول تكنولوجي النووية هي الأولى في العالم، حيث تضع 63 نظيراً نووياً في وحدة أصغر من عملة معدنية، وصفت باختراع الجيل التالي، والأهم من ذلك أنها دخلت بالفعل مرحلة الاختبار التجريبي، وخلال فترة قصيرة سيتم إنتاجها بكميات كبيرة للتطبيقات التجارية، بما في ذلك الهواتف والطائرات بدون طيار. يمكن للبطارية النووية تلبية احتياجات إمدادات الطاقة طويلة الأمد بأكثر من طريقة وأكثر من سيناريو، مثل الفضاء الجوي ومعدات الذكاء الاصطناعي والمعدات الطبية وحتى المعالجات الدقيقة وأجهزة الاستشعار المتقدمة والروبوتات الصغيرة. هذا الاختراع في مجال الطاقة سيقدم للصين لقب الدولة الرائدة في الجولة الجديدة من الثورة التكنولوجية للذكاء الاصطناعي. وطريقة عمل البطارية استوحاها العلماء من عملية استكشفت لأول مرة في القرن العشرين، وتقوم أساساً على تحويل الطاقة المنبعثة من النظائر المتحللة إلى كهرباء، وتفوقت الصين بذلك على كل من الاتحاد السوفيتي سابقاً والولايات المتحدة الأمريكية، التي حاول علماء كلا الدولتين سابقاً تطوير هذه التكنولوجيا سعياً منهم لاستعمالها في المركبات الفضائية والأنظمة تحت الماء والمحطات العلمية البعيدة. ولكن البطاريات النووية الحرارية كانت باهظة الثمن وضخمة الحجم، وهو ما منعهم من مواصلة الطريق في هذا المجال. وعملية تصغير البطارية النووية تأتي ضمن الخطط الخماسية 14 للصين، التي تصمم من خلالها على تعزيز اقتصاد البلاد بين عامي 2021 و2025. وتعتبر بطارية الصين التي أطلق عليها اسم BB100 إنجازاً هاماً. مهمتها تزويدك بمئة ميكروات من الطاقة وبجهد 3 فولت، بالرغم من أن حجمها لا يتجاوز 0.01 ملليمتر مكعب. وما زال الصينيون يعملون على جعلها بقوة 1 واط بحلول عام 2025. وحجمها الصغير هذا لا يمنعها أنها قادرة على العمل بشكل متسلسل لإنتاج المزيد من الطاقة، وجعل الهواتف المحمولة لا تحتاج إلى شحن أبداً، وطائرات بدون طيار يمكنها الطيران إلى الأبد. إضافة إلى أنها بفضل تصميمها متعدد الطبقات تحول دون اشتعالها أو انفجارها استجابة لقوة مفاجئة، بحكم أنها قادرة حتى على العمل في درجات حرارة تتراوح من 60 إلى 120 درجة مئوية. البطارية النووية أو بطارية الطاقة الذرية لا تحتوي على إشعاعات خارجية، مما يخولها أن تكون ضمن الأجهزة الطبية، منها أجهزة تنظيم ضربات القلب والقلوب الاصطناعية والقوقعة في جسم الإنسان. ولو ربطنا الاختراع وحيزه الزمني بالتغيرات المرتبطة بالطاقات النظيفة، فإن الصين لم تهمل هذا الجانب وسعت إلى أن تجعل الاختراع صديقاً للبيئة، حيث أنه بعد فترة الإضمحلال يتحول إلى نظير مستقر للنحاس، وهو مكون غير مشع ولا يمثل أي تهديد أو تلوث للبيئة. لا يمكننا أن نقول عن هذا الاختراع شيئاً آخر غير أنه تكنولوجيا مستقبلية لتلبية احتياجات الطاقة، حيث تعد إحدى التقنيات الواعدة في مجال توليد الطاقة، باعتبار أنها تعمل باستخدام الانحلال النووي لتوليد الكهرباء. تعتبر هذه التقنية من بين الحلول المحتملة لتلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة في العالم، وذلك نظراً للفوائد الكبيرة التي تتمتع بها مقارنة بتقنيات توليد الطاقة الأخرى.
تستند فكرة البطارية النووية إلى استخدام تفاعلات الانحلال النووي للعناصر الثقيلة مثل اليورانيوم أو الثوريوم لتوليد حرارة تستخدم لتسخين الماء وإنتاج بخار. يتم استخدام البخار لتشغيل مولد كهربائي يحول الحركة الدورانية إلى طاقة كهربائية، ويعد هذا النهج فعالاً من حيث استخدام المصادر الطبيعية وإنتاج الطاقة بشكل نظيف. من بين الفوائد الرئيسية للبطاريات النووية هو توليد كميات كبيرة من الطاقة بكفاءة عالية، وبالتالي تكون خياراً مثيراً للاهتمام في مواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ، على عكس الوقود الأحفوري الذي يطلق غازات الاحتباس الحراري. علاوة على ذلك، تتميز البطاريات النووية بالاستدامة العالية، حيث يمكن استخدام كميات صغيرة من المواد النووية لتوليد كميات ضخمة من الطاقة. وعليه تعد هذه التقنية خياراً اقتصادياً في ظل تزايد الطلب على الطاقة في العالم. ومع ذلك تواجه البطاريات النووية بعض التحديات والمخاوف. يتعلق أحد هذه التحديات بالمخاوف الأمنية، حيث يجب التعامل بحذر مع التكنولوجيا النووية لضمان عدم وقوع حوادث نووية. بالإضافة إلى ذلك، يثير التخزين الآمن للنفايات النووية مسألة هامة يجب معالجتها بعناية لتجنب التأثيرات البيئية الضارة. في الختام، تظل البطاريات النووية خياراً مستقبلياً مثيراً للجدل وحلاً عملياً لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة. وبفضل قدرتها على توليد كميات كبيرة من الطاقة بكفاءة عالية وبشكل نظيف، قد تساهم البطاريات النووية في تحقيق توازن بين تلبية احتياجات الطاقة والحفاظ على البيئة. محاولات سابقة. في وقت سابق سعى باحثون في جامعة بريستول البريطانية إلى إنتاج الجيل المقبل من بطاريات سموها بطاريات الألماس، وهي تلك التي تستعمل الطاقة من المواد المشعة. واستندوا في ذلك على إعادة تطوير العوادم النووية تحديداً من محطات الطاقة النووية التي تكون متوقفة عن العمل في جميع أنحاء بريطانيا. والبداية كانت بإزالة نفايات نووية من محطة بيركلي للطاقة النووية التي أوقف عملها في عام 1989 بيد أنها لم تصبح آمنة تماماً. وتم تجربة البطاريات واختبارها في بيئات قاسية يصعب استبدال مصادر الطاقة التقليدية بها، بما في ذلك أجهزة الاستشعار التي وضعت عند قمم البراكين النشطة. ونذكر أنه في المملكة المتحدة فقط هناك ما يقارب 100,000 طن من العوادم النووية في شكل كتل من الجرافيت. ولأنه بات من المتوقع أن يتوقف معظم المصانع عن العمل في حلول عام 2030، فقد أمل العلماء في إنشاء مصنع تجريبي يختص في إنتاج هذه البطاريات في غضون 5 سنوات في موقع بيركلي. ومن المقرر أن يتم تشييده في واحدة من محطات الطاقة السابقة في الجنوب الغربي من بريطانيا، حتى يتم الحصول مباشرة على نظائر الكربون 14 من كتل الجرافيت لاستخدامها في بطاريات الألماس. وهو ما سيمكنهم من ميزة أخرى في ذلك الوقت، ألا وهي خفض النشاط الإشعاعي للمواد المتبقية، وهو ما سيعطي لبريطانيا التي ستودع مصانعها فرصة لإعادة تطوير كمية كبيرة من المواد النووية لتوليد الطاقة والاستفادة منها في كثير من الاستخدامات المهمة. فهل سنشهد ثورة جديدة وجيلا جديدا في مجال الطاقة يتكئ بكل ثقله على المخلفات النووية؟